السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات الكرام. دائما مع هذه القناة المباركة التي نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المتحابين في الله ومن الجلساء في مجالس الذكر الذين تحفهم الملائكة ويدعون لهم بالرحمة والمغفرة. إخواني وأخواتي، الزواج من الأهداف السامية التي يرغب الكل في تحقيقها وبناء أسرة ليجد شريك حياته ليكمل حياتهما مع بعضهم البعض، وحتى يستند كل منهما لشريك حياته. فالزواج لا يقتصر الهدف منه على إعمار الأرض فقط، بل هو مودة، والزواج رحمة وسكن لكلا الزوجين. فعلى المرء أن يتجه إلى الله عز وجل بالدعاء بتيسير الحال وبالدعاء بالرزق بالزوج الصالح أو الزوجة الصالحة. أحببت أن يكون عنوان الفيديو تسبيح للزواج مجرب. لماذا؟ لأن البعض يعتقد أنه توجد أدعية أو صور مخصصة لتعجيل الزواج، ولكن ذلك أيها الإخوة والأخوات من الاعتقادات الخاطئة التي لا يجب علينا اتباعها مهما كانت صلاحية ومكانة قائلها. لا يجب تخصيص دعاء للزواج، بل كل من يرغب في الزواج أو من ترغب في الزواج لا بد له أن يدعو الله عز وجل بما يختار، يدعو الله عز وجل بما يختار من الأدعية الأقرب إلى قلبه، وذلك لأن كل منا له حال ومقام مختلف عن الآخر. فلا يوجد أيها الإخوة والأخوات نص شرعي ينص على وجود أي دلالة على تخصيص دعاء معين أو صورة معينة بهدف الزواج، وإنما ذكر بعض أهل العلم أن قول موسى عليه السلام لما هرب من فرعون، ذلك الدعاء الذي دعاه، قالوا أن هذا يستحب أن يقال لمن أراد الزواج، يعني هذه ذكرها مجموعة من العلماء، وهذا اجتهاد منهم وإن شاء الله يكون خير. أما هناك دعاء أو آية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تأخر عنه الزواج فليدعو بالدعاء الفلاني، لا هذا لا يوجد أي دليل. والدليل على ذلك أن استجابة الدعاء هي منوطة إلى الله سبحانه وتعالى لا غير من البشر، فلا يمكن تحديدها بوقت، فلا يمكن تحديدها بوقت. مثلا يقول لك أدعو بهذا الدعاء في الوقت الفلاني، فإن لا 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 لا، أدعو بما يسر الله لك وبما اطمأن قلبك، وقلبك عامل بالخشوع والتضرع إلى الله عز وجل، فإن الله عز وجل قال أدعوني أستجب لكم، فلا مجيب للدعاء إلا الله عز وجل. لذا فما علينا، وما عليك لأني متزوج، فما عليكم أيها العزاب سوى الدعاء، ولا يجوز لنا تحديد موعد استجابة الدعاء، فإن ذلك يعد تطاولا على الله عز وجل وتطاولا على رب العرش والسماوات سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.